قرابة 360 مليون دينار هي حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة الوطنية للنقل بين المدن خلال سنة 2017، وتقدر جاهزية أسطول حافلاتها الآن بـ 60%. هذه الأرقام تبرز حجم الصعوبات التي بات يعانيها هذا المرفق العمومي، الذي طالما لعب دورا أساسيا في فك عزلة المناطق الداخلية. وضعت الشركة تول تحري جباشة على نقص المطايير اللي فيها، نقص الكيران. هي شركة نقل تركز على الحافلات والسواق، هذا مزوز مفقودين في الشركة. وتعاني الشركة من جراء صفقة بتاع اخذناها في 2010، صفقة الفولكسفاجن اللي هي ما نجحتش، 40 كار ما خدمتش بالكل، معناها الطريفة ما زادتش من 2010، ما زادتش. الغازوال قاعد يزيد كل معناها كل شهر، باسك تولى كل شهرين في تونس قاعد يزيد، والزياده في الطريفه ما فماش، تقوم خدمات اجتماعيه وما فماش حتى دعم من الدوله. هو في الحقيقه نلقاو تعطيلات كبيره برشا، خاصه في تدهور الدينار التونسي، غلاء شراء قطع الغيار اللي هو غلاء بكيفيه كبيره وتلعص، معناها في الاثمان نتاعو باهظه ولات، مع فقدان لبعض القطاع تلقاها موجودة لمستوردة من برا، نقعد ونستناو، واستهلاكنا في الوقت الكبير هذاك يخلينا معناها ينجل عنه تعطيل معناها الخدمات السريعة. بنوضح حاجة، لشركة هذية شركة تجارية وما هي شركة اجتماعية، لكن سياسة الدولة فرضت على المؤسسة هذية باش تخدم خدمات، تقدم خدمات اجتماعية. من ضمن الخدمات هذية المعاقين، أنها تهز المعاقين. المعاقين هذوما الشركة مش قاعدة تخلص عليهم، اللي هما راجعين بالنظر وزارة الشؤون الاجتماعية. تفرضت عليها زادة جرح الثورة، شهداء أبناء شهداء الثورة. كيف زادة في الشمال، الخطوط الشمالية بريسك تخرج بالخسارة. الرئيس المدير العام للشركة النقل بين المدن كريم الدواس أكد أن الشركة ستطلق قريبا مشروعا لإعادة هيكلتها يتضمن عدة إجراءات إصلاحية لإخراج هذا المرفق العمومي من الأزمة التي يعيشها، من بينها الترفيع في تسعيرة الرحلات الذي اعتبره بات ضروريا للحد من تراكم خسائرها. كل شيء قاعد يغلى، الشاري تغلى، السلار اللي كنت أحكي عليه معناها يغلى بانزلاق الدينار المتواصل، كيف أضر بناء ضرر كبير. دونك الكلفة هي ماهيش عصا سحرية، احنا مش نقدم لك خدمة بكلفتها. إذا كان مش نبيع بتعريفة مجمدة، ضرورة للدولة أنه تولي تعوض. التوجه الأقرب توا هو أنه نحرروها جزئيا، يلقى تحرير التعريفة جزئيا، والباقي معناها تتكفل به الدولة حتى إلى أن يأتي وقت اللي فما معناها استقرار. لأنه إحنا شنو اللي أضر بينا؟ علاش قبل ما شهدتوش الشركة؟ قبل ما شهدتوش لأنه فما استقرار في كلفة الخدمة. إعادة الهيكلة توا في اللمسات الأخيرة في الإعداد، هذا كله مشروع إعادة الهيكلة. إن شاء الله في شهر أفريل ننطلقوا في العمل المشترك مع رئاسة الحكومة، لأنه فما حاجات لازم تتبناهم الدولة، كالتطهير المالي، كالتسوية العقارية، لأنه الدولة هي معناها شريكة في رأس المال، معناها مساهمة في رأس المال بعدة عقارات، لابد من التسوية النهائية حتى نتمكن من خلال العقارات هذه. برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل بين المدن الذي تم إقراره بالشراكة مع كل الأطراف المهنية والنقابية يتضمن إجراءات على كاهل الدولة وأخرى على كاهل الشركة. هو برنامج طموح، معناتها يتركز على زوز محاور رئيسية. المحور الأول هو الانتظارات من الشركة، يعني شنو الإصلاحات المطلوبة من المؤسسة في حد ذاتها، على مستوى التنظيم الداخلي، على مستوى الضغط على المصاريف، على مستوى الاستثمارات، على مستوى كما النقل الذكي وغير ذلك. والمحور الثاني هو الانتظارات من الدولة، يعني الدولة شو مطلوب منها لإنقاذ المؤسسة هذه. عدة محاور كما الترفيع في التعريفة، كما
تعويض النقل المجاني، تعويض النقل لذوي الاحتياجات الخصوصية، المساهمة في تحيين الهيكل التنظيمي. سنويا الدولة يلزمها تضخ رقم 13.5 مليون دينار لإنقاذ المؤسسة. قلنا اللي الرقم هذا يعتبر رقم ضعيف بالنسبة للدولة باش تنقذ مؤسسة فيها 700 خدام. الطرف النقابي الذي شارك في إعداد برنامج الهيكلة أكد دعمه لمسار الإصلاح الذي تنتهجه الشركة الوطنية للنقل بين المدن، لكن هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها. إن كانت ضرورة للتهيئة الاجتماعي ما عندناش، حتى أصبح ما عندناش مشكلة إذا كان ثم تنقيص يعني من تقليص من عدد الخدامة والعوان ضرورة لإصلاح المؤسسة لتتم كون المشكلة. مع الاشكال اذا كان الناس كل فعلا عندها النيه الصادقه لاصلاح المؤسسه باش تبقى مؤسسه عمومي، اما مش فتح راس مالها للخواص هذا لا، رافضين مش اعاده المناوله هذا لا. مثلا نعطيك بامتهاد كيفاش بامكانياتنا الموجوده وبدعم الدوله، لانك تحكي على شركه النقل ضروره دعم الدوله لشركات النقل، تنجمش تطلب من شركه النقل تكون رابحه باعتبارها تقدم في خدمات للمواطن هي بتبعتها النقل والتعليم والصحه، هذا من مسؤوليات الدوله. اذا كان النقل تتخلى عليه الدوله من شكون مش يقوم به، وبالتالي ضروره من دعم الدوله وفتح حوار مباشر مع الحكومه لوجود اراده سياسيه لانقاذ القطاع العام ولا ما فماش اراده سياسيه. وانا اعتقد ان اليوم بدينا بشركه الخطوط التونسيه وشركه النقل بين المدن لسنتري ومشي يتواصل هذايا مع كل الشركات الجهويه وشركه نقل تونس. يلزم الحكومه تضخ الاموال ويلزم تكون عندها التوجه الاجتماعي وتساهم في المرفق العمومي ويلزم تحمل مسؤوليتها كامله باش نحافظوا على هالمرفق العمومي وندعموه. برنامج اعاده الهيكله الذي ستطلقه الشركه الوطنيه للنقل بين المدن قد يكون مثلا يحتذى به لباقي المرافق العموميه الذي باتت وضعيه بعضها توصف بالكارثيه.